عند ابو اميره الاتحاد علامه كامله، شباك نظيفه حتى الان. اكيد ما شاء الله. اول شيء طبعا الناس يقولون انه كيف تتحلوا المباريات هي في وقت واحد، كلنا اعتقد حاطين تلفزيونين وقاعدين نتفرج، وطبعا بحكم الوحده مركز على الوحده اكثر اليوم. مبروك للاتحاد، هارد لك للوحده. الاتحاد تكلمنا عن نونو سانتو وقيمه هذا المدرب الكبير، 4 مباريات كلين شيت ما شاء الله تبارك الله، دليل على انه في عمل مدرب على استمرار للموسم الماضي بالتاكيد، مدرب كبير جدا. وحنتكلم كيف فرق ايضا في المباراه، يفرق المدرب، يفرق العناصر ايضا. الوحده الشوط الاول كان لاعب تقريبا 4-6-0 يعني بدون راس حربه، طبعا مع تقدم انسيلمو ونور على الطرف، لكن الفريق في الـ في الـ في الناحيه الدفاعيه 6 لاعبين في الملعب، 4 مدافعين وحارس مرمى. فصعب المهم على الاتحاد، والاتحاد كان بطيء جدا الشوط الاول، تناقل الكره بطيء جدا، يمكن كرتين او 3 بالكثير وصلوا ليها. حمد الله اليوم خارج الفورم تماما، اضاع فرص غريبه، وكان يعني في انانيه حقيقه اليوم من حمد الله واضحه في المباراه. لهذا ظهر الوحده في الشوط الاول بشكل منطقي، شكل جميل انك تلاعب فريق كبير مثل الاتحاد. الشوط الثاني، بدايه الشوط الثاني حصلت كرتين لانسيلمو، اخطاء دفاعيه، تمريرات باخطاء دفاعيه، هنا وضح طمع الفريق الوحداوي في المباراه. طيب اوكي انت تطمع في المباراه، ولكن لازم تحافظ على الشكل اللي تلعب فيه، وتعرف انك تلعب ضد فريق زي الاتحاد. يعني استغرب من دينيس، بدا يلعب الوحده باستحواذ وبدا يتقدم الفريق للامام، وسيد الهجمات المرتده نادي الاتحاد المعروف عنه من زمن طويل، ومع نونو سانتو تحديدا بدا يلعب لعبته. وكانتي، شوف كانتي ايش سوى اليوم في المباراه، لاعب خرافي ما شاء الله تبارك الله، بيخرج كيف من اللاعبين وبتمريره واحده يضرب الخطوط، وفابينو طبعا، بس كانتي اليوم كان لاعب مباراه كبيره. فبدا الفريق طبعا، خروج بنزيما رب ضارة النافعة، طبعا لاعب كبير قيمة كبيرة خروجه، إن شاء الله رجع بالسلامة، ولكن رب ضارة النافعة. نزل جوتا، فالفريق بدأ عنده عدد أكبر في وسط الملعب، بدأت السرعات تزيد على الأطراف، ضعف في الظهير الأيمن في الوحدة الجهة اليمنى خصوصا سعيد المولد وباخشوين كقلب دفاع، بدأ الاتحاد يهاجم من هذيك الجهة بصورة كبيرة جدا، وبدأت العملية. سجل الهدف الأول وما زال الوحدة يستحوذ، والثاني والثالث للأسف الوحدة ومدرب الفريق أخطأ وخطأ كبير جدا في طمعه في المباراة باللعب على الاستحواذ وإعطاء الاتحاد اللعبة التي يتمناها. وبالتأكيد سيطر الاتحاد بالطريقة اللي شفناها، وسجل 3 أهداف وأضاع الكثير. حمد الله اليوم الشوط الثاني والشوط الأول طبعا خارج الفورمة. روما أنا أستغرب هذا اللاعب، يفكروا كيف يبعدوه، يعني بكل أمانة هذا اللاعب لا يمكن تستبعده، اليوم كان هو الحل، فتح المباراة بهدفه الرائع اللي سجله من بعيد، وبعد كده توالت الأهداف كورنادو وروما، وطبعا كانتي وفابينهو وبنزيما هذول أعتقد ما تلعب فيهم، ممكن حتى جوتا اليوم نعم أبدع، لكن ممكن تغير جوتا لو ممكن كإعارة وما إلى ذلك، إذا تجيب لاعب عالمي في الهجوم وقلب دفاع. ولكن الفريق الاتحادي طبعا ظهرت الشوط الثاني فرق العناصر، وظهر قوة المدرب كيف فكر، رجع ورا وبدأ يلعب مجموعة ممتدة، يعني طمع الفريق الوحداوي في أنه يضغط، وبالتالي حصل على اللي يبغاه. الشوط الأول كان مش لاقيه، حصل عليه الشوط الثاني وسجل 3 أهداف شفناها متتالية في أوقات قصيرة جدا من المباراة. مبروك للاتحاد، كلين شيت 12 نقطة علامة كاملة، هارد لك للوحدة. بالوحدة بالتأكيد يحتاج الى لاعبين اجانب اكثر، اليوم لعب ب3 وبعدين نزل ايجالو وهذا رابع، يحتاج اسرع في عمليه استقطاب اللاعبين الاجانب خاصه على الاطراف، الوحده ما عندها اطراف ابدا، طيب. لاعبين اجانب يحتاج الى اطراف. ومبروك الاتحاد وهارد لك الوحده.